المرأة المصرية دايما بنقول وبنأكد لما كانوا في أوروبا والدول المتقدمة زي ما بيقولوا كانوا حفاة عراة بيمشوا في الكهوف والجبال، كانت المرأة المصرية ملكة، ملكة متوجة، كانت حتشبسوت، نفرتيتي، نفرتاري، كيلوباترا. كيلوباترا اللي هي براند في العالم كله، رمز الجمال. لما نيجي نتكلم عن الجمال نتكلم عن آلهة الجمال إيزيس. فالمرأة المصرية طول عمرها هي ملكة. علشان نقرب ونتكلم ونشوف المرأة المصرية في العصر الحالي واحنا داخلين على التنمية المستدامة ومصر 2030، وخصوصا بعد ما حبيبي كمان اتكلم عن المرأة المصرية وقال انها نص المجتمع، احنا بنأكد ونقول انها هي المرأة المصرية المجتمع كله، هي الأم والبنت والزوجة. ونقول ايه كمان، الأول رحبوا معي بس بضيفتكم وضيفتي العزيزة الأستاذة ماجدة إبراهيم، عضو مجلس إدارة صندوق تأمين الجمارك والضرائب. أهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم، ازي منورانا في حضرتك؟ الناس من ربنا بلدنا. يخليك، ده نور حضرتك والله. عاوزين فكرة الربط ما بين المرأة المصرية كإنسانة، هي عمود الخيمة زي ما بنقول، هي ربة الأسرة والتنمية المستدامة، والفترة اللي جاية دي شايفة المرأة المصرية فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اقول بس كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف، اعاده الله على كل الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات، وكل سنه وانتم طيبين. واشكر طبعا اسره البرنامج وسيادتك على ربنا يخليك. تواجدي معاكم النهارده ضيفه، ويا رب نبقى ضيوف خفاف عليكم يا رب. انا شايفه الحقيقه المراه المصريه 2020 مختلفه تماما، بعد تمام. ثورات، بعد ما كان فيها حاجة مختلفة في تصدر المشهد السياسي. خلينا نقول المرأة المصرية أولا إنسانيا، تمام. إنسانيا هي الأم والزوجة اللي النهاردة إحنا مش مستغربينها أبدا، إنها بتساعد زوجها، ممكن حضرتك تشتغل سواقة ميكروباص، ممكن تشتغل سواقة تاكسي عشان بيتها وعشان أولادها. النهارده احنا بنقف جنبا لجنب للرجل، المرأة النهارده بتقف جنبا لجنب مع الرجل. وانا شايفاها في المشهد السياسي يعني حاليا تبوأت مكانات قوية جدا في المجتمع. النهارده بقت وزيرة وسفيرة، وكمان بقت سفيرة نوايا حسنة خارج مصر، وبقى شكلها مختلف تماما عن إن احيانا كنت بعيب على الدراما المصريه اللي كانت بتوضح ان المراه جاريه زي بعض افلام دي، لم كانت في اذكر حقبة طبعا من اذكر الزمن يعني. طبعا كان فعلا كان في تصوير المرأة المصرية، كان فترة الخمسينات أعتقد أو الستينات، كان الإعلام للأسف بيظهر المرأة المصرية في صورة لا تليق بها. عايزه اقول ان قبل كده كان في فيلم الشيماء، قد ايه كان فيلم الشيماء ده فيلم عريق وجميل، واظهر المراه في ثوبها الحقيقي اللي هي بتلاقيها في كل المواقع القياديه، ممكن تركب فرس وممكن تشير بسلاحها في سبيل وطنها. والنهارده لما ادرب المراه وانميها، اكيد 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 هتنشئ جيل سوي ينتمي لبلده ويحب بلده، ويكون وجيل يكون مختلف عن الأجيال اللي احنا بنتكلم كتير بنقول احنا عايزين نعمل تطوير. تطوير ده لازم يمشي ويواكب التكنولوجيا ويواكب الفكر الحالي. ودايما أنا لما بقوم المرأة وأدربها لما بتتبوأ مراكز قيادية بتكون متوازية تماما مع أحداث العصر، طيب وتحقق ده بالفعل. أستاذة ماجدة، عشان نكون برضو متفقين مع بعض، تراكمات سنين أظهرت المرأة أو خلت المرأة بمعنى أدق يعني عندها مرتعشة، خايفة أحيانا. إحنا النهاردة وإحنا في 2019 خلاص، اللي بيلملم أوراقه وداخلين على 2020، عاوزين حواء في 2020، حواء المصرية تحديدا، وكمان لأن في عرب كتير بيتابعوني وحواء العربية، عايزين نديها الثقة،
نقول لها لا انت تقدري تعملي حاجات كتير. نبدأ معاها منين؟ هي اولا لازم تقتنع جواها انها تكون نفسها. تمام. يعني ايه نفسها؟ تاخد ثقتها من نفسها. يعني انا شايفه، خلينا نتكلم في المراه الانسانه او المراه اللي في بيتها. اتفضلي. يعني انا بلاحظ احيانا ان بنشوف ان في بعض البيوت فيها تفكك اسري. اذا حصل ان الزوج دعم زوجته ويوضح لها ان هي احسن واجمل انسانه في الوجود، صدقني هي هتبقى عندها ثقه في نفسها. عايزه اقول انه انت النهارده الرجل زي ما الزوجه بتقف، او انت بتطلب ان الزوجه تكون بتقف جنبك، حضرتك كمان لازم مهامك تقوم بيها كرجل علشان هي تقوم بمهامها كامراه. وهنا لما انا كمان انظم وقتي واكون متوازيه بين شغل بيتي وبين مكاني ومكتبي ووظيفتي، ده هيفرق معايا كتير قوي. تنظيم كتير الوقت يا جماعه ده مهم جدا. البيت والزوج والاولاد ليهم عندنا يعني مكانه كبيره، ولولاهم انا مش هكون في مكاني. يعني انا لو فشلت مع اولادي ومع زوجي انا هفشل في مكاني، يعني الاول انا كوظيفه. يعني انا بستدرج حضرتك وبقول لك المراه ازاي تبقى قويه في 2020. رميتي لي الكره في ملعبي ورجعتيها لي تاني وقلتي لي هتبقى الرجل، قويه بحضرتك يا فندم قلتي لي والله. الرجل. طيب انا النهارده الرجل المصري، علشان نكون متفقين، اللي بيصحى من النوم، اللي بيطلع يروح على غيطه او بيطلع يروح على شغله او على وظيفته وسايب في البيت، المفروض ده مايسترو. يعني انا النهارده دي يعني هي اللي بتربي الاجيال. ازاي انا ابقى واخده جرعات ثقه في نفسي اولا، وازاي ابقى عارفه كل المهام المطلوبه مني واحنا في وقت خلاص ما عندناش رفاهيه الوقت، احنا داخلين على 2020 وبنأكد المراه المصريه، عايزين نستعيد وجه المراه المصريه القديم. ازاي ده يتم؟ الاول علشان اوصل لتمكين المراه أيوة. وتتمكن سياسيا او تتمكن في العمل العام او تتمكن في اماكنها الوظيفيه، او لازم الاول اشوفها في بيتها عامله ازاي، وهي كمان لازم تشوف الدنيا عامله ازاي في بيتها. هي اولا لازم يكون كل تركيزها انها تنجح، لازم تنجح في بيتها، لازم تنجح مع اولادها، دراسه اولادها دي مهمه جدا. لازم تركز كمان، يعني نبطل نركز في الرجل رايح فين جاي منين، اتصل بيه في اوقات العمل ازهقه، يعني انا مش حابه ده خالص. لو النبي انا معلش شايفه، انا هقطعك بقى هنا كده، خليكم معانا يا جماعه وركزوا في يعني ايه في النصيحه دي، ركزوا في الرساله دي قوي. هستاذنك عيديها تاني. انا شايفه أيوه. ان لو بقى ليكي مكانه الرجل نفسه هو اللي يقعد يدور عليكي، فخلي لنفسك أيوه. مكانه. أيوه. ازاي انا ابطل افكر هو رايح فين، هو جاي منين، طب هو اتصل بيه عشان اقول له هو حضرتك انت فطرت ولا لسه، اكلت سندوتشاتك ولا لسه، ما اتصلش اقول له انت فين وقاعد مع مين، وبعد شويه اقول له ما هو انا بقى انا في الاول بتصل عشان اشوف فطر ولا لا، وبعد شويه اساله السؤال اللي بعده، لازم هو انت اتاخرت ليه، مش كان المفروض من نص ساعه تكون في البيت، هو مش عارف ايه، لا ما هو هيزهق، وحضرتك هتنكدي على نفسك وهتنكدي على بيتك وعلى اولادك، وطول ما في نكد في البيت الولاد مش هيكونوا متفوقين، هيقعدوا مركزين وهيجي لهم عقده نفسيه، وهيقعدوا مركزين ان ماما وبابا على طول بيتخانقوا، ليه اتخانق وليه اعمل مشاكل؟ افكر انا جوزي بيحب ايه؟ هو بيحب ايه؟ بيحب البس فستان في ليه مكانه وليه وقته ان انا البس فستان، انا رايحه شغلي انا خلاص داخله شغلي مكان قيادي، انا شبيهه للرجل، مش عايزه اقول شبيه، مش شبيهه شكلا ولكن شبيهه طبعا طبعا، خلاص انا بقيت بره بيتي ابقى تصرفاتي نفس تصرفات الرجل في مكانه القيادي. اما في بيتي انا هو بيحب ايه؟ هو ما بيحبش الرغي كتير، هو جاي مرهق من شغله، مفيش داعي اقعد ازن واتكلم، وممكن اتكلم في موضوعات كتيره ممكن تكون مش شغلاه قوي. وبعدين في ستات بقى تعمل حاجه لطيفه قوي، تخليه جاي من بره وتساله سؤال، هو احنا دفعنا اجره البيت ولا لسه؟ هو انت دفعت، انا شفت كعب النور، هو انت وانت نازل البواب ما قابلكش واداك الكعب كنت رحت دفعت لنا الايصال؟ هو هيديله وشه ويرجع تاني. الحاجات دي هتنكد عليه طبعا. وهتخليه مش عايز يوصل يجي البيت، ومش عايز عفوا يشوف وشك. طيب. لانه بره بيشوف الابتسامه، انا عايز بيشوف اللبس، ايوه انا عايز بيشوف الميك اب، واحد اثنين ثلاثه اربعه، لان كمان برضو تراكمات سنين اظهرت المراه المصريه اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي دي
انها للاسف سموها النكديه. فانا عاوز نصيحه واحد اتنين تلاته علشان بجد هي تكون واثقه في نفسها. دي دمها خفيف قوي على فكره، المراه المصريه دي دمها خفيف جدا وخفيفه الذل. يعني المراه المصريه بتتسم بخفه الذل، هي قد ايه جميله. انا عايزه اقول لك بجد انت حلوه، انت حلوه مهما زوجك قال لك شايفه دي لابسه عامله ازاي، بصي بتعمل ايه. هو ممكن يكون عايز يلفت نظرك للبس معين او شكل معين، هو عايزك تبقي احلى منها، ممكن تكوني طبعك بيعجبه، لكن لبس واحده تانية بيلفت نظره اكتر. خلينا نعمل ده، ايه المانع؟ افكر هو بيحب ايه واعمله، بس اعمله ايه مناسب لمادياتي ومالياتي وامكانياتي الماديه، ومناسب كمان لاناقتي ولياقتي ومكانتي. يعني مش لازم ابدا هشوف حد لابس لبس شويه مش يعني قصير فلازم هروح اقلدها، لا، بس ممكن البس لبس تاني برضو شيك وفي نفس الوقت بيقولوا عليه حشمه. انا مش لازم يكون غالي قوي، ومش لازم يكون غالي. في ناس بتتفرج علينا دلوقتي هيقولوا انتوا بتتكلموا في الخيال، انتوا بتسرحوا بينا. هو معلش ده احنا لا، يعني الناس بتقدر تدبر مصاريف البيت والتزامات البيت، هدور واشتري فستان. يا جماعه الموضوع ممكن تكون حاجه ثمنها رخيص جدا لكنها شيك قوي وتمشي معايا، ممكن تمشيش مع غيري لكن تمشي معايا. انا بدات اتكلم اهو خلاص، انا ما عنديش عقده البراندات يا فندم. يعني انا شايفه محل عادي جدا صناعه مصريه، انا النهارده بنشجع الصناعه المصريه في كل حاجه في الدنيا. طبعا. انا صدقني انا رحت بعض دول، انا شفت منتجات هنا في مصر وازياء اشياء كتير من المنتجات اللي موجوده بره مصر. فخلينا نقول ان في حاجات ممكن تكون مش غاليه، ملابس مش غاليه وميك اب وبرفيوم واماكن كتير بتبيع الحاجات دي اونلاين، والاونلاين ده انتشر. يعني ست في بيتها تقدر تتصل بالتليفون بيجي لها لغايه عندها المنتج اللي هي محتاجاه. فخلينا نقول ايه، انت ممكن تشغلي نفسك بحاجه تانية غير جوزك وهو بره البيت، اللي هو ايه. انا بعرف مثلا اخيط، ايه المانع ان انا اعمل مشروع بسيط؟ انا ست بسيطه جدا، اعمل مشروع بسيط اخيط واعمل ازياء واعمل واتعلم باترون. ولو صدقيني لو عملتي سيرش على جوجل على حاجات، اكيد لو كل واحده فينا لو فكرت هي بتحب ايه، هي بتحب الالوان، بتحب تعمل ستاير في بيتها، ايه المانع ان انا اروح اجيب الستاير واعملها انا بايديا واشوف المنتجات اللي انا عايزه اقلدها من بره مصر واشوف قد ايه بتبقى فيها تقنيه واقلده واعمله. ايه المانع ان انا لو ما عنديش، مش كل الناس عندها موهبه انها تقدر تعمل حاجه يدويه، ممكن مثلا اشترك في دورات تدريبيه زي مثلا اي حاجه في التنميه البشريه، اقوم نفسي، اعمل سيرش واشوف. حضرتك ده بيتم ازاي؟ انا عاوز الموضوع ده يبقى عملي علشان الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي، المرأة اللي بتقولك انا بصحى من النوم قبل 6 علشان اجهز الفطار لولادي وجوزي وبعد كده اخد شنطتي وجري على الشغل، ولما ارجع من الشغل على طول برضو جري على المطبخ علشان ولادي زمانهم جايين من المدرسة قبل ما يروح الدرس يتغدوا وجوزي برضو جاي. انا عاوز هي حتة الاتزان النفسي في التعامل ما بين الواجبات والمهام الملقاة على عاتق المرأة المصرية. أنا عندي يوم جمعة وعندي يوم أجازة، ودي حاليا معظم الجهات الحكومية إذا كانت موظفة في جهة حكومية الجمعة والسبت، وفي القطاع الخاص بياخدوا يوم الجمعة. إيه المانع أن أنا يوم الجمعة أخد زوجي وأولادي ونروح مثلا النادي؟ طب إحنا ما عندي مش مشتركين في نادي، أروح جنينة من الجناين، اي مكان، اخد لو ما عنديش عربيه اخدهم ونروح نقعد على كورنيش النيل في اي مكان. يعني الموضوع دلوقتي عشان اتنزه في مكان او عشان اخرج بالجو الاسري الجميل ده سهل جدا. هو انا ليه قاعده على طول جوه المطبخ؟ هو انا ليه دايما جوزي يجي من بره يلاقي ريحتي بصل؟ يعني ما هو يا جماعه الكلام ده كله الرجل بينفر من ده. خلي شكلك حلو، ريحتك حلوه، بيتك حلو، ملايتك مفروشة حلو، هدومك متطبقة في دولابك. يعني خليه ما يبقاش محتاج حاجة من بره خالص، حتى شرابه يصحى الصبح يلاقيه في مكانه، حضري له حاجته. طب شوفي ايه اللي بيحبه يعمل في الصالة والفردة التانية بتبقى انت عارفة في رجالة كتير او بيشوفوني وزمانهم بيضحكوا دلوقتي بيخش من البيت بيقلع ده في حتة وده في حتة. لا يعني انا هي برضو انا في جزئية مهمة جدا، المرأة المصرية انت قلت في بداية الحلقة اختيار الوقت المناسب للطلبات وعرض مشاكل للولاد.
ما يبقاش الزوج ده جاي من بره، جاي من الشغل، روحه هنا او هنا، تمام، وابتدي اطلب طلبات، والولد عمل كذا والبنت عملت كذا والجيران مش عارفه كذا وبتاع. صدقيني انا راجل بشوف ده في بيتي، حاجه من اتنين، يا يبقى رد فعل عنيف، يا اما اروح داخل اوضه واقفل على نفسي. فازاي المراه اللي وممكن بتتفرج عليها افكر في دلوقتي؟ حاجات تانية كتير، انا لا لا في لا بحذر. تمام. ممكن افكر في، ممكن الرجل يلاقي تواجده مع امرأة تانية وده سهل وعفوا ده الشرع يعني محلله، ده ما نقدرش نقول حاجة، بس هنا انت لازم هتفكري هل تقدري تبقي زوجة تانية؟ يعني لو كل ما تفكري ان الرجل ده هيخرج مش هيرجع لك البيت تاني، او لو رجع هيرجع بشكل مؤقت ولكن حياته بقت بره هو ده الاساس بالنسبه له، لا هتفكري الف مره انك تطوري وتغيري من نفسك. هو كل ما يحس انك مشغوله هو نفسه هيبقى مشغول بيكي، يعني كل ما بالتأكيد يحس ان انت مش فاضيه له هتلاقيه هو بيجي بيجري عليك يقولك هو احنا مش هنقعد نتكلم شويه، هتلاقي نفسك الكلام صحيح. اللي انت بتقوليه له هو بيقوله لك. فانا عايزين نوصله لده، مش عايزين يوصلني يبقى محتار وشكاك وغيران لا طبعا انا مش قصدي ده خالص، لان برضو الاعتدال كويس، ما ينفعش تبقي مشغوله برضو طول الوقت، لانه الزوج ليه يعني واجب عليكي واولادك ليهم واجب عليكي، فما ينفعش ابقى مشغوله على طول. تقسيم الوقت ده مهم جدا. ايه المانع ان اي ست في الدنيا، يعني حضرتك بتقولي السيده بتيجي من بره بتغير هدومها بتدخل على المطبخ بتخرج يا دوب يتغدوا تقعد تمام تذاكر الاولاد وهكذا، وده البيت الطبيعي وده البيت المصري، والنهارده كلنا للاسف حياتنا بقت احنا في عصر السرعه يعني. تمام ولكن انا عايزه اقول ايه، ايه المانع ان انا استغنى عن ساعه او ساعتين الصبح هنامهم، اصحى اصلي الفجر وبعد الفجر ابدا اشوف مهام بيتي، وايه المانع ان انا ابدا احضر لاكل بحيث ان انا اجي يبقى فاضل حاجات تاتشات بسيطه. في ستات كتير بتعمل ده، لكن ما ينفعش انزل اطل اصحى اجري في الشارع واوصل الولد واشوف البنت رايحه فين لا ده هيوتر البيت وهيوتر العلاقات، وهنبقى عاملين زي ايه، زي التروس اللي عماله تلف حوالين بعضها. تمام. تروس، التروس دي جماد ما فيهوش اي مشاعر ولا احاسيس، اذا الاحاسيس والمشاعر خرجت من البيوت خلاص البيت اتهدم، ما بقاش في بيت. طيب برضو المرأة المصرية اللي احنا بنفكر بنقول اقصى طموحاتها انها تعيش حياة هادية ومستقرة، وتلاقي رجل تثق فيه وتثق في قيادته للبيت، ووقت ما تقول له عاوزين حاجة يقول لها حاضر، لكن لو قال لها لا، طب ما فيش، طب اجيب منين، طب ما مش عارف ايه، خلاص بتقوم بقى يعني حريقة، بتقوم بقى مشكلة بقى في البيت. ازاي احنا نقدر، والناس قاعدة بتتفرج علينا وعايزين يستفيدوا مننا، ان احنا الوقاية خير من العلاج. ازاي نوصل لحتة التفاهم، ان انا اختار امتى اتكلم، امتى اطلب، امتى زي ما حضرتك عارف. والله حته الماديات او الفلوس بشكل عام يعني، او ازاي الامور الاقتصاديه في البيت، الست عليها عامل كبير جدا، والرجل لازم يقدر لو جاية امرأة بتعمل هو لازم يقدر زوجته ويقدر انها برضو اكيد مش هتكون زي ربة البيت اللي هي ممكن وقتها يعني عندها وقت اكبر شوية في ان أكيد. هي تهتم بزوجها واولادها. فانا شايفة انه رجل ممكن يساعد زوجته، يعني احنا ليه رميين كل حاجة على الزوج؟ ما هو على فكرة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيساعد زوجته، هو احنا ليه ما بنقتديش برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فاحنا ده ممكن يحصل، ايه المانع ان انا اشوف الرجل بيساعد زوجته في كل مهام البيت؟ وعلى فكره انا عايزه اقول لسيادتك على حاجه، هو احنا الشيفات اللي في الفنادق دول ايه؟ ما هم معظمهم رجال. رجاله، تمام. ايه المانع يا جماعه؟ اشتغل شيف في بيتك شويه، مش عايزين كل يوم، مش بنطلب منك كل يوم، بس يعني ايه المانع ان انت تشاركها المطبخ؟ انا بالمناسبه اهو، وانا عارف ان زوجتي بتتفرج عليا، وهم عارفين انا من الرجاله اللي بحب وقفه المطبخ، تمام، وما بعكش والله، بعمل قبل ما حاجات ندخل كويسه البلاتو على جدا فكرة جدا عرفت جدا. الموضوع ده اجدع سلطه تاخدوها من ايديا يعني. اتفضلي. أنا شايفة إن هو ممكن يشاركها في كل حاجة ويبقى فيه تفاهم، لو الاتنين حابين يتفاهموا صدقني هيتفاهموا، لكن هو لو شايف أي حاجة تانية يعني. أنا شايفة إنه برضو عايزة أقول حاجة للرجل عشان مش هينفع كل حاجة تبقى المرأة، ما ينفعش سيادتك كل ما تشوف زوجتك تقول لها بوسي شفايفها
شفايف الفنانه الفلانيه، بصي شعرها طويل وعامل مش عارفه ايه، شوفي بتلبس مش عارفه، شايفه بقى جسمها يا ريت لو تبقي بقى مصطرة. بصي فرنساوي، بصي العود اللي مش عارف، شايفه وهي لابسه يعني انا عايزه اقول لحضرتك لحضرتك يعني لا يعني اكيد لما كنت بتتقدم لها هي ما دخلتش بظهرها يا فندم، صحيح هيك شفتها، وسيادتك اكيد لما ارتبطت بيها لقيتها بنت ناس وتقدر تعيش وتتعايش. حضرتك بتشوف الفنانين وبتشوف نجمات وبتشوف يعني شخصيات. طيب قبل ما نظلم الرجل برضو، انا السؤال سريع عشان الوقت بيدهمنا، مفتاح السعاده في البيت في ايد مين؟ الاثنين، بمعنى في ايد الاثنين، لازم الرجل يحتوي زوجته، ولازم عايزه اقول بالبلدي بقى يعني ايه يدلعها يهننها، يعني ايه المانع انك حتى لو شايفها مش ملكه جمال العالم تقول لها ايه الجمال ده، بجد انا كل ما ابص في تفاصيلك احس ان انا ما شفتش واحده ست كده، ايه المانع ان انا ادخل من بره اجيب معايا حاجه بتحبها، يا سيدي هات صينيه بسبوسه معاك دي مش مكلفه خالص، هات اي حاجه هي بتحبها، فكر في عيد في مناسباتها، شوف عيد ميلادها امتى وهتلاقي هديه في عيد ميلادها، قد ايه المناسبات دي بتفرق مع الست جدا، حتى لو كانت ورده بتفرق، انا شخصيا بتفرق معايا مناسبات، فكر في حاجه ان زوجتك النهارده ممكن تكون في وظيفه محدده وبعد شويه ممكن تكون قائده اكتر، والنهارده خلينا نتكلم بقى في الاتجاه الاجتماعي والسياسي، هي لما تكون سعيده في بيتها هتكون سعيده في عملها وهتنجز في شغلها، وهو في نفس الموقف هيكون بينجز في شغله، هيكون سعيد جدا في شغله وهيروح شغله وهو عنده يعني ماشي منبهج ماشي سعيد ماشي سعيد. انا مش هلاقي اجمل من الكلمه دي ننهي بيها فقرتنا.